معانا يا اخوان زي بقية المدن عصية، وهذا ممر طواف الحجاج ربي من تركها خذوا قناعة. ممر الحجاج لا يمكن ان يترك. الحمد لله، وليش بنقول الحمد لله؟ حمدا عظيما مباركا، والله مدبر امورنا لان ما بحسن تدبير. الحقيقة اللي ما فيها مراء انه ابناء الاردن جميعا وابناء محافظة معان بشكل خاص يقفوا دائما مع الوطن في خندق الوطن، وعمر ابناء معان ما حاربوا بسيف غير سيف الوطن. لكن في المقابل هل الحكومة بتعتبر هذا الاعتبار؟ احنا الان محبة في الاردن وعدم خذلان للاردن وحتى لقائد الوطن، لازم كلام نحكي كلمة حق. الأسعار اللي بتصير في الأردن رفع أسعار جنوني مش معقول، أثر على كل بيت، وهذا الحكي أدى إنه يصير إشكاليات كبيرة على مستوى المنظومة الاجتماعية في الأردن، وأدى أيضا إلى خطر واضح جدا مثل امبارح اللي هو الاستقرار والأمن. إحنا مع الاستقرار ومع الأمن ومع النظام، لكن ارتفاع الأسعار اللي صار اللي غير مبرر، أسعار السلع كلها وخاصة السلع الضرورية اللي منها مشتقات البترول اللي انتم قاعدين مشانها، هذا الارتفاع اللي غير مبرر لم يقابل من الدولة بأي إجراء يتعامل مع المواطنين كأبناء وطن. يعني غريب جدا انه أصحاب الدولة وأصحاب كذا مش لا يعنيهم الموضوع، وكأنه معان بدولة أخرى. احنا مع الوطن ومع جلالة الملك، ونترحم على الشهيد اللي مات امبارح وربنا يرحمه. الرجل نعرف كلنا اغلبنا نعرف الرجل على سوية واخلاقية عالية، لكن هل تترك معان او بطالب الشعب الاردني بالطريقة هذه؟ الاصل بالموضوع لا، وينزل الديزل والبنزين ولا ينزل قطرة دم واحدة، لكن اللي صار عكس ذلك اللي نزل الدم. احنا الان كلنا، أنا زيارتي زيارة محبة، وأنا بعرف أخونا ماجد وجزء من الإخوان منذ عقود عقدين من الزمن، ونواياكم معروفة وما فيكم واحد ضد الدولة، إنما أنتم طالبوا بحقوق مشروعة كل الأردنيين طالبوا فيها، لأن كتب على معان تكون هي الباروميتر للأردن كلها، معان كتب عليها هيك، فدائما معان هي الباروميتر والحس الوطني بكون معان. لكن باقي المحافظات واقفة معكم إن شاء الله، وفي النهاية إنه الدولة الأردنية يجب أن ترعى مصالح أبنائها. الأردن عزيز بأبنائه، عزيز بقيادته، لكن الآن الحكومة تتعثر وهي عاجزة تماما عن أي إجراء، ما في إجراء. لهذا بنطالب طوق النجاة موجود بإيد سيد البلاد، نطلب من سيد البلاد رأس الهرم أن يتدخل بطريقة مشروعة وبطريقة مهمة جدا لأبناء الموجودين، لأنه وسريعة جدا، لأنه الآن واقعا الحكومة ما بيها شيء أو عاجز تمام، مشلولة حكومة، مشلولة واقعا الحكومة الآن، مشلولة الآن، هي طوق النجاة فقط في صاحب الجلالة يتصرف بطريقة طبعا بطريقة محمودة معروفة على الهاشميين أنهم يتصرفوا بطريقة محمودة حتى تحل المشاكل، لأن الأزمات زي كرة الثلج بتزيد يوم عن يوم. أبناء معان شكرا جزيلا، مواقفكم دائما مشرفة وترفع الرأس، ومش بحاجة لحدا يوقف، لا بقول كبار ولا صغار، ما في كبار، الكبير اللي بيجي مع الناس يوقف معهم، هذا الكبير صحيح صحيح. وبالتالي ربنا إن شاء الله يحفظ البلد ويحفظ قيادته ويحفظ أبنائه على رأسهم أبناء محافظة معان اللي هي دائما نبراس الخير. صحيح. شكرا جزيلا، وان شاء الله ان شاء الله جاي قادم اذا كان في حلول نيجي ونحل المشكله ويكون في حل ان شاء الله من قبل الدوله.